سمر، شغاله كابتن في اوبر بقالي سنه ونص. جات لي الفكره من ان انا معايا عربيتي ويعني الشغل بقى قليل شويه، فرصاته بقت قليله شويه، فجات لي الفكره. بحب السواقه، بحب دايما ان انا اسوق، فجات لي الفكره من هنا ان انا انزل اوبر. وفعلا اشتغلت في اوبر وبقالي سنه ونص دلوقتي، والموضوع كويس تمام. هم كانوا رافضين الموضوع تماما يعني خالص. حاولت ان انا اقنع اخويا، اقنع امي، ما كانوا الاول قلقانين خايفين، بعد كده قالوا لي طب خلاص جربي الموضوع شويه. فعلا جربته، لقيت الموضوع امن جدا وتمام وكويس وخلاص، وحبيت الموضوع، ابتديت ان انا انزل يعني. اول مشوار كان ليا في اوبر كان في حته بعيده كده، وكنت حاسه ان انا اتخطف يعني، كنت حاسه ان انا قلقانه، بس كانت يعني العميل اللي كان معايا كان بيحاول ان هو يقول لي ان انت ما تقلقيش، ما تخافيش، عادي الموضوع كويس، الموضوع تمام. واول، لا هو مش اول رحله، بس هو كان اول فتره يعني كانت الدنيا مش مظبوطه، قلق شويه، بس بعد كده خلاص اخدت على كده. وعملاء اوبر كلهم تقريبا يعني ناس كلها محترمه يعني. والله الفكره جات لي من ان انا شفت على الانترنت ان كان في ناس بينزلوا، بنات بينزلوا يشتغلوا، بس ما كملوش يعني الفكره دي، فحبيت ان انا اكمل الفكره دي. لا 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 لا، ما انا متاخر، لا انا اساسا هو شغلي بيبقى بالنهار، بشتغل بالنهار، برجع توقيت ولادي، باخد ولادي وبرجع البيت، بعد كده خلاص مفتحش ابلكيشن بالليل. لا هو في حصل معايا موقف ان العميله اخذتني تقريبا، كان اول اوردر اخده، اخذتني المكان طريق السويس، حاجه كده بوابات ومعسكرات وحاجات كده، وقالت لي هتنتظريني ان احنا نرجع تاني، يا تنزل شيراتون يا ترجع معايا تاني الهرم. فقلت لها اوكي ماشي تمام. ابتديت ان انا استنى وقت في وقت في وقت، ابتديت ان انا ادخل على جروب اسمه جروب الخط الساخن بتاع اوبر، كميه اولاد فيهم كتير قوي يعني، وكباتن كتير يعني، قالوا لي ما تقلقيش. ابتديت ان انا اقلق، ابتديت ان انا ابعت لهم لايف لوكيشن، وفي الاخر ان هي طلعت. بس انا كان التوتر هو اللي كان قاتلني يعني في الموضوع، ان انا اقعد ساعتين من العشر دقائق دول، فكان الموضوع كان بالنسبه لي توتر جامد يعني. موقف ان انا عميله ركبت معايا وجوزها واولادها، ابتديت ان انا اتكلم مع جوزها واولادها ونهزر واضحك مع الاطفال وبتاع، وفضلوا الاطفال مصممين ويعيطوا ان انا اطلع معاهم البيت. هو المجتمع بالعكس، انا الكومنتات عندي على الـ على الـ على اللوكيشن، على الابلكيشن عندي الكومنتات كلها لطيفه جدا، كل الناس محترماني جدا، ولد مسن، جدة، بنوتة، جامعة، كل الناس دي بتبقى هي الناس دي فعلا هم اللي شجعوني ان انا اوصل لحد سنة ونص، ان انا اوصل ل 900 رحلة يعني. فانزلي وتشجعي، والموضوع كويس جدا، والموضوع محترم جدا،